في العلوم نعتبره قد المستقلين وبعض الموظفين كنحتاجو من جديد. بالحضور القوي ديال حزب العداله والتنميه لهذه الجلسه الثالثه من الدوره، واللي كان من الطبيعي انها تكون بما الحاضر، واللي تفاجئنا فيه هو المساله ديال طلب الرئيس والاغلبيه ديالو بافراغ القاعه من المواطنين من العموم، مع العلم ان هذه الجلسه عاده تتكون عموميه، وسبقت جلسات اخرى اللي كان فيها الحضور قوي وما كانش الرئيس طلب بالجلسه مغلقه. اليوم تفاجئنا بان الرئيس كيطلب جلسه مغلقه، وبالفعل تمت هذه التوصيه واخوات القاعه بطبيعه الحال مع السلطه. كما شتي جدول الاعمال فيه واحد المجموعه النقاط اللي مهمه واساسيه، التسميه ديال بعض الشوارع كاسم الكبير ديال سميتو الاخ المرحوم الخطيب، وكذلك المرحوم احردان، تسميه اشخاص وطنيين اللي تم التسميه ديال مجموعه ديال الشوارع بالاسم ديالهم، وفي حين تم تاجيل واحد المجموعه ديال التسميات للدورات اللاحقه الى طول الله العمر. ثاني حاجه كانت مجموعه ديال الاتفاقيات اللي صدق عليها المجلس، اتفاقيه تنعتبرها حتى هي مهمه لمدينه الرباط، واللي خاصه الجانب الافريقي اللي تنص عليه اللي تركزوا عليه بزاف اليوم هو التواصل واتفاقيات شراكه مع الاخوه الافارقه اللي بطبيعه الحال هذا الباب فتحوا لنا صاحب الجلاله، وما يمكننا احنا كمنتخبين الا نواكبوه ونمشيو فيه. في الجلسه الثالثه ديال المجلس الجماعي تناولنا واحد المجموعه من القضايا ذات اهميه، ابتداء الاحاطات ديال الساده والسيدات المستشارين اللي احاطوا علما المجلس ببعض القضايا المستجده، سواء ما يتعلق بالمدينه العتيقه او ببعض الخدمات يعني اللي تحسنات يعني في هذه المرحله ديال سقوط الامطار وغير ذلك من القضايا المستجده. بالنسبه للنقاط اللي خضعت للدراسه، هناك بعض الاتفاقيات لا سيما الاتفاقيه المتعلقه بالتعاون مع بعض المؤسسات يعني الوطنيه، المعهد الملكي لاستشعار البعد الفضائي ولامي كذلك ديال، ثم ايضا بعض الاتفاقيات المتعلقه بالتعاون الدولي سواء مع السيجيلو افريك وبعض التوأمة مع احدى العواصم الافريقيه. ثم ختمت هذه النقاط بنقطة متعلقة بمناقشة وضعية المراكين في مدينة الرباط، اللي كان واحد الإجماع ديال السادة والسيدات المستشارين على أهمية يعني إعادة تقييم الوضعية ديال إعادة ديال المراكين في ضوء المستجدات الحاصلة، إنجاز يعني واحد العدد من المراكين تحت الأرضية، ووجود واحد العدد اللي باركينج اللي أصبحت في التدبير ديالها خارج يعني نطاق مسؤولية الجماعة، بحال لي باركينغ اللي مدبرين عن طريق لوين ساف او عن طريق شركة التراموي. كما كيعرف الجميع على ان هذه الجلسة تنعقد بمن حضر، باعتبار ان عمدة مدينة الرباط لم يستطع اكمال النصاب القانوني في الجلسة الاولى ولا في الجلسة الثانية، وهذا دليل على فشل هذا العمدة وفشل المجلس المكتب المسير للمجلس الجماعي ديال مدينة الرباط. طبيعة الحال كما كتعرفوا جدول الاعمال لم ياتي بجديد باستثناء بعض الاتفاقيات ديال الشراكة اللي كتدخل في اطار التعاون الدولي. احنا لسنا ضد التعاون الدولي بالعكس، ولكن احنا كنشوفوا ان فيه او كان فيه اهدار ديال المال العام، وهذا واضح من خلال السفريات المتعدده ديال عمده مدينه الرباط. احنا طالبنا السيد العمده والسيده النائبه المفوض لها في القطاع انها تقدم لنا على الاقل الحصيله، ماذا قدمت في اطار التعاون الدولي لمدينه الرباط. للاسف الحصيله صفر. اليوم احنا اعتبرنا ان مجموعه ديال المشاريع ومجموعه ديال الامور لم تتحقق ولم تكن في مستوى طموحات ساكنه مدينه الرباط، بدليل ان مجموعه ديال الامور ما كايناش على ارض الواقع باستثناء البرنامج الملكي المتمثل في الرباط مدينه الانوار اللي توقع امام صاحب الجلاله. لولا هذا البرنامج لكانت الرباط تعيش الويلات. هذا هو اللي جعلنا اننا نتكلموا ونبينوا نقاط الضعف لهذا المجلس اللي اهدر مجموعه ديال المشاريع، سيما وان ساكنه مدينه الرباط تستحق الافضل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.